إلى جنب هارون الرشيد فبكى المأمون وقال من ذا الذي يقتل نكون شيئا من الحسين عليه السلام. وخافوا
ولم يبتدروا إلى رفع الصيت فأرسل الله ريحا شديدا ودخل في الصيت فرفعه أكثر مما كانوا يرفعونه فدخل فسكن الريح فعاد إلى ما كان. فلما خرج عليه السلام عادت الريح ودخلت في الستر فرفعته حتى خرج عليه السلام ثم سكنت فعاد الستر. فلما ذهب عليه السلام أقبل بعضهم على بعض وقالوا هل رأيتم؟ قالوا نعم. فقالوا يا قوم هذا رجل له عند الله منزلة عظيمة ولله به عناية، ألم تروا إنكم لما لم ترفعوا الستر أرسل الله له الريح وسخرها له كما سخرها لسليمان بن داود عليه السلام، فارجعوا إلى خدمته فهو خير لكم. فعادوا على ما كانوا عليه وزادت عقيدتهم في شعراء. للمؤلف رحمه الله تعالى للإمام الرضا مناقب شتى قد روتها الأصحاب والأعداء يعجز الحاسبون عن نشر بعض ومحال لكلها الأحصاء كما أطاح العدا له مهلكات فيجيء الرضا منها الرخاء سلبها بركة السباع ففيها معجز للولي فيه الشفاء راح منها الرشيد فيها افتراسا للرضا روحنا إليه الفداء فأتته لعزه خاضعات إذ بدا من بهائه الكبرياء وانثنى الرجس خائبا ذلك فضل الله يؤتيه من عباده من يشاء وبطبع الحصاة أجلى دليلا إنه للهدى إمام سواء مظهرة إنه خليفة من وفى كفه سبع الإله الحصاء وبرفع الستور رفع ستور عن مزايا لهن منه اعتناء كشفت أن في دين داود سر منه إذ سخرت إليه الرخاء فعليه السلام باقي متى ما أضحك الأرض من سماء وبكاء فما عذر الفئة العباسية عند رب البرية إذ لم يعتبروا بالعنايات الإلهية ولم يرعوا الرحم النسبية ولا الحمية الجاهلية ولا الغيرة الإسلامية وعن الإمام العسكري عليه السلام أن المأمون لما جعل الرضا ولي عهده احتبس المطار فجعل بعض حاشية المأمون والمبغضون للرضا عليه السلام يقولون انظروا لما جاء علي بن موسى الرضا وصار ولي عهدنا احتبس المطار عنا واتصل ذلك بالمأمون فاشتد عليه
فقال المأمون للرضا عليه السلام: قد احتبس المطر، فلو دعوت الله أن ينزل المطر على الناس؟ فقال الرضا عليه السلام: نعم. قال: متى تفعل ذلك؟ قال: يوم الاثنين. وكان ذلك اليوم يوم الجمعة. فلما كان يوم الاثنين خرج إلى الصحراء، وخرج الناس ينظرون، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم يا ربي، قد عظمت حقنا أهل البيت، فتوسلوا بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا غير رائس ولا ضائر، وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم، فوالله الذي بعث محمد صلى الله عليه وآله بالحق نبيا، لقد سجلت الرياح في الهواء الغيوم وأرعدت وأبطرت. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. والفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.